بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كون بإذن الله جل وعلا نتعامل تيجي قول المؤلف وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المؤلف رحمة الله عليه في من عقب المؤلف على قول ابن كثير بذكر عدد من العبادات القلبية والبدنية مع الدليل من الكتاب لكل عمل على النحو التالي. من قلنا وقو ابن كثير بي كتالف تيربي يالا نكو يالا يرم اندينا نك اي لم تي اي خيتو جامو يالا يو خامتاني سن تيوسان خول لاي دون ولا يرم واي نك بوتي نك نك مو نديل كو دليل تي القران تي انام بيمكو تي انام بي نيوي ني موتاخ مو ني وانواع العباده التي امر الله بها فاصون جامو يالا ياغا خامتاني بروم بي تبارك وتعالى ديغلي نكو لو ملني اسلام ايمان احسان اكرافتل ومنه بوكوناتي الدعاء نيان والخوف رجل والرجاء ياكار والتوكل وكيرلو والرغبه خمم والرهبه رجل لبلغي والخشوع ترخلو والخشيه رجل لبلغي والانابه تو دلو تي يالا والاستعانه سكو ديمبل والاستعاذه سكو مسلو كل مسل والاستغاثه سكو كل ختلي والذبح رندي والنذر اكنذر وغير ذلك اكينن من انواع العباده اي جامو يالا التي امر الله بها يا يالا ديغلي كلها نك لله يبم نك بروم بي تبارك وتعالى لا نين دليل بي موي لا ني وخ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي بي روم نيكو من فمن صرف منها شيئا لغير الله كيبكو صبي منها كي جامو يالاي شيئا نك بن رك دو فورسينغ صبي نيار ولا نيت بن رك لغير الله فهو مشرك كافر كوكو بوكال كاتلا يفير لا تاميت. والدليل قوله تعالى موي وخبو بروم بي تبارك وتعالى وخني ومن يدعو مع الله اله اخر ومن يدعو مع الله اله اخر كيبكو جامو كيبكو جامو يلا اك كنن ولا كيبكو نيان كنن كودول يلا داغا ورون نيان يلا لا برهان له به كوكو امول بن بروف امول بن لاي تي لي مو ديف فانما حسابه اتم نك عند ربه موغي فا بروم يالا موكاي اتي انه لا يفلح الكافرون بروم بي مو ني دو تخي موك نك ييفيري ييفيري ولا تقايه بي نيك دليل تي المشرك كافر نكا ومن يدعو مع الله إلها آخر كي صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله ثم برم تبارك وتعالى تدكو كافر في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون برم تبارك وتعالى وقل إنه لا يفلح المشركون